أهلا بكم في هذا الفيديو. راح نتعرف كيفية فرز النصوص والأرقام طبعا تنازليا وتصاعديا. مثلا لو حبينا نفرز النصوص من الألف إلى الياء، أو حبينا نفرز الأرقام من الأكبر إلى الأصغر، أو من الأصغر إلى الأكبر. طبعا عملية الفرز هي نفسها إذا كانت بالجداول أو بالنصوص على شكل فقرات. مثلا في حال لو ردنا نفرز النصوص بهذا الجدول من الألف إلى الياء، نحدد النصوص أو الخلايا كلها، ومن الصفحة الرئيسية نذهب إلى هذه العلامة اللي هي علامة الأي إلى الزت، علامة الفرز بهذا الشكل. طبعا كل هذه الأمور راح نتركها كما هي. عندنا فقط هنا تصاعدي وتنازلي. التصاعدي أي بمعنى أنه راح يكون الفرز من الألف إلى الياء، والتنازلي راح يكون من الياء إلى الألف، ثم نضغط على موافق. إذا لاحظ أنه الأسماء أصبحت عندنا مفروزة من الألف أحمد إلى الياء ياسر. وفي حال لو أردنا نفرز الأرقام أو العمر من الأكبر إلى الأصغر، لو أردنا نفرز هذه الأسماء من الأكبر عمرا إلى الأصغر عمرا، طبعا نحدد كل هذه الأعمار ونذهب إلى علامة الفرز ضمن الصفحة الرئيسية، ومن ثم نختار تنازلي أو تصاعدي. في هذه الحالة نريد نفرز العمر من الأكبر إلى الأصغر، راح نختار تنازلي ومن ثم موافق. إذا لاحظ أنه راح يتم عملية الفرز من الأكبر إلى الأصغر.